مجموع الليل وليلي غطويت تفكر الحب اللي فات. أيها السادة والسيدات، أسعد الله أوقاتكم. حلقة جديدة من حلقات افتح عينيك. اليوم غادي تركزوا معنا اليوم مزيان وتحلوا عينيكم. الحجة ديال اليوم أيها السادة والسيدات، موضوع مهم بزاف، كيفاش كنصنعوا الأصنامات والمينيكات، أو بعبارة أخرى تنعس مغمور وتصبح مشهور. هذه المقولة ماشي خرافة، هي أمر صحيح في المغرب وفي العالم العربي. بقدرة وسائل التواصل الاجتماعي وبقدرة السوشيال ميديا، وهي صناعة رأسمالية محضة، صناعة شخصيات بلا رؤية عميقة، تتنقضي في ليلتها كما هي في ليلة الدخلة. ما غاديش تعود انت نفسك قبل الشهرة او بعدها، ويتحمل الامر الوجهين الايجابي والسلبي. وفي قافلة المشاهير المشهورة او المشهور، ومن يسير على دربه ويتابعه بغلو وبنهم، ومن على ملته يدينون بدينه كما يقول وكما يفعل وينهجون نهجه. كاين اللي كيبكي، وكاين اللي سهران مع صورة محمد رمضان وصفحته حتى الصباح في الفيسبوك وفي انستغرام، واخا بعيدة عليه ب5000 كيلومتر، زعما كتمها معاه انها الكونكيبيناج ديالو، مصيبة وصافي، ولا العجب العجاب. فهو المؤثر، شكون اللي كيعطيهم هاد السلطة المستمدة من الشهرة؟ احنا من طبيعة الحال المتابعون اللي كنعطيوهم هاد السلطة، واللي كتمنحهم النجومية وعلى صناعة النجوم والأبطال. ولكن أجيو نعرفوا هاد السلطة منين مستمدة. السلطة على أنها تأثير باستخدام القوة لمجموعة من الأفراد أو الجهات، أو من خلال التحكم في القرارات وفق مجموعة من الضوابط القانونية، فإنها أيضا تعرف بكونها توجيها للسلوك من خلال التأثير. والتوجيه هنا هي السلطة التي يمتلكها هؤلاء المؤثرون والمشاهير والنجوم على السوشيال ميديا وعلى حياتنا الواقعية. وهنا مربط الفرس، الأشخاص وأفكارهم ليست بالضرورة عالما افتراضيا. أش كتقدم شيخ التراكس أو أغنية مشى لامور لإيهاب أمير، ولا خيرها في غيرها لزينة الدودية، ولا إكشوان مع العبارة الشهيرة ديالو، ولا مولات الملوي بالبصلة، ولا عرسي بلا عريس. يتحمل هذا التأثير أيضا الوجهين الإيجابي والسلبي. والأول، حنا في حسن وسائل التواصل الاجتماعي، لذا غادي نركز على الجانب السلبي للتأثير كمتابع لها بشكل يومي. طالما أنا مثل كثير من الناس المستعملين بشكل يومي للسوشيال ميديا، وبشكل أكبر التركيز على صفحات الأشخاص والمشاهير والتي يتابعها الملايين من الناس يوميا من صور ومن فيديوهات وأخبار. احنا ولينا سلفا تحت تأثير، بدءا من اليوتيوب وقنوات المشاهير والفضائح وجوجل والمقالات الممولة، وصولا إلى باقي وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أننا أصبحنا تحت طائلة المؤثر عليهم والمفعول فيهم حتى يقضي الله أمرا كان مكتوبا. إذن عندما نضع لايك ولا فلو على صفحتين ما من صفحات، من طبيعة الحال صفحات المشاهير، احنا لا نمنح صاحبها أو صاحبتها تفويضا ليكون لسان حالنا. ومن ذلك جملة إعادة التغريد التي لا تعني أننا نتبنى هذا الرأي، لكن عندما تكون صفحات مسلطة علينا وأنظارنا مسلطة عليها بشكل يومي أو متواتر في قضايا وأمور ترتبط بذلك الشخصيات، فنحن نتعرض للمقارنات فالسلاب ثم التوجيه. وهنا غادي ندخلوا لدائرة الاستلاب. أشنو هو هذا الاستلاب؟
الباحث عماد يوسف يعرفه ويحدده على الشكل التالي: أنه وقوع الكائن العاقل الذي يمتلك حيزا من التفكير العادي والمتفاعل مع محيطه بالضرورة في موقع الأسر الكلي أو في موقع الأسر الكلي والشبه المطلق، يولي بعبارة مسلوب لفكرة ما أو لمقدرة أكثر تأثيرا من مثيلاتها، بحيث تكون تحت اللولب الجوهري الذي تدور في فلكه كل المسميات الأخرى، وبحيث تكون هذه المقدرة بمثابة الرأس الموجه والذي يطلق العنان لأنفاسه التي تتلقفها ذوات أخرى بنفس السوية الفكرية، ولكنها بالضرورة متأثرة بما تتلقفه من محيط وقعت في أسره من كل الجوانب. بعبارة أخرى، أكثر سهولة وأكثر تبسيطا، زعما متبع شي نجم ولا شي مشهور، كوايري ولا كوايرية ولا لعيب ولا فنان سينمائي ولا نجم تلفزيوني مشهور من الصباح، يعني متبعه من الصباح حتى العشية، كتعرف عليه أدق التفاصيل، تبكي لبكائه وتفرح لفرحه وتتماهى وتضع نفسك مكانه، بل وتدافع عنه بجرأة أكثر من اللازم. وهنا ولا القضية قضية استلاب بشكل مطلق. هنا يمكن نتحدثوا في نقطة أخرى على مفهوم الاستلاب. براسو الفيلسوف جان جاك روسو جعل من الاستلاب نظرية العقد الاجتماعي، قائلا أن الفرد يقع تحت الاستلاب، يهب ذاته للجميع ولا يهبها لأحد. وهنا يحيلنا على خليط المعلومات والمعلومات المتضاربة على السوشيال ميديا التي تذهب بمتابعتك وتنبهك في أكثر من اتجاه، ذات اليمين ذات الشمال، كما أنك ضائع وسط حجمها المهول. زعما أنت راك وليتي شخص يفقد بوصلته وكيضو تالف في الطريق وما كيبقى عارف أشنو عارف وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ويحصل هناك نوع من الارتباك، من طبيعة الحال الارتباك الوعر الذي لا مخرج منه. وبهذه الطريقة وفي هذا الوسط كنخلقوا الأصنام ديالنا التي تقودنا، الأصنامات التي تقودنا أو المميكات التي تقودنا. وقد ظهرت أمثلة كثيرة عن طينة هذه القيادات التي تتاجر مرة في الدين، مرة في السياسة، مرة بالنجومية، مرة في كرة القدم، في مجالات مختلفة بلا عمق وبكثير من التسنطيح وبعيدة كل البعد عن أي رؤية عميقة للبعد الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا حتى الإنساني ولا عندها شي منظور فلسفي ووجودي للحياة. آخرها قنوات سطحية على اليوتيوب عن الخطوبة والأعراس والملوي والبصلة وتاريخ الميلودي، كتبقى غير كتشوف ويشاهد المغاربة والعرب هادشي بملايين المشاهدات باللايكات والديزلايك. وهنا الأمر يبعد نوع من السوريالية ومن العبث المجاني. في الختام دعوني ألفت انتباهكم إلا أنني وضعت عمدا اسم الشيخة تراكس وربعتها، وهي أمير أغنية ديالته جديدة، وزينة الدودية والشيخة تسونامي والعديد من النماذج التي نراها بشكل يومي، وهي نماذج يتابعها الكثيرون. وهذا الإدراج هنا فقط كتطبيق عملي صغير عن أين أو من أين قد نجلب مشاهداتنا ومتابعينا. من طبيعة الحال لا يأتي من الخطب العظيم، زعما من نقد السياسات العمومية من مشاكل البطالة والصحة والتشغيل وما إلى ذلك. وأقولها هنا في هزل لا يخلو من جد، بل هو هذا الهم وهم الملايين من المتابعين لمتابعة ما يتعلق بالمؤثر أو الذي كان مؤثرا أيضا تبعا لحجمه الاستهلاكي،
سواء نجم سينمائي تلفازي كوايري وما إلى ذلك، أو حتى سياسي من طبيعة الحال، يعني دون عبادة هذه الأصنام وتقديسها ويجعلها مركز الكون، وكذلك دون اتخاذ للمواقف وتبني الأحكام بناء على كم التلقي، أي أن ندخل عالم يسميه الفيلسوف جي ديبور بمجتمع الفرجة في كتابه مجتمع الاستعراض، أننا نصبح فقط مجتمعا للفرجة، بمعنى آخر نهار كنتباعوا وكنتشراوا رقميا في هذا المجتمع، يعني الاستهلاكي الرأسمالي كمستهلكين فقط دون مواقف ودون أن نلبز ببنت شفا، يعني نتابعون الأخبار ونفرض من صفحاتنا صفحات لإعجاب الآخرين، وهذه هي المصيبة الوعرة ووجب الوعي بها، بمعنى أننا نصبح مجتمعا للفرجة أو مستهلكين للفرجة بدون مواقف بدون رؤية، وفقط ننساق مع القطيع، بمعنى بعبارة أخف يعني أننا كنتباعوا ونشتراوا في السوق الرقمي كمستهلكين وكمجتمع استهلاكي، وهذه هي المصيبة. إلى هنا أيها السادة والسيدات، نأتي على نهاية حلقة جديدة من حلقة افتح عينيك، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، علينا أن نطور الكثير من هذه المهارات التواصلية، لا تنسوا دعمنا في صفحتنا في قناة المشاهد، لا تنسوا دعم تفعيل الجرس، إلى لقاء آخر، لكم كل التقدير والمحبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.